الله ينور يا اسطى. الله يبارك لك يا كبير. ما هو اصل لا مؤاخذه طالما البيت فيه رجاله الامر ما يستغناش عن مبواله. انا في رايي عبد الجليل تستثمر فلوسك في السباك. والله يا باشا هيكسب ذهب. انا عايز اعرف بقى انت سباك ولا حداد ولا ميكانيكي؟ ما هو يا كبير لا مؤاخذه انا ما بخشاش من اي حاجه، بخش فيها بصدري كده على طول. ما هو طالما المخ نضيف الايد ما تعطلش. يا عيني يا الواد ده فيلسوف على فكره. شوف طول ما المخ نضيف الايد ما تعطلش. عبد الجليل بيومي، انا حاسس ان انا بكلم توفيق الحكيم. الحكيم في انهي حته دي يا كبير؟ في مستشفى العمرانيه. ويلا خلص بقى العيال هتعملها على روحها. هي كده قضيت على الفرفره الطياري. بس انا شايفها لسه ما نشفتش. يا كبير خلي الرجاله تفك حسرتها. وبعدين اصل انا مشبط الدكر على النتايه ومزود الجبس على الاسمنت عشان خاطر تشك بسرعه. نهارك زي الفل، صباحك زي الفل. الله يبارك لك يا كبير، كده جبرنا الحمد لله. وبقى لي ايه شنكره في البربور؟